السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أمين موقع عرفني دوت كوم. اليوم سوف أتحدث لكم عن خدعة في غاية الخطورة وصلت لأكثر من 2050,000 مستخدم فيسبوك في المنطقة وخصوصا في الشرق الأوسط وإفريقيا. أكد عدد كبير من مستخدمي فيسبوك في المنطقة وقوعهم في شراكة خدعة أمنية بدأت تنتشر مؤخرا بين الضحايا وأصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي خدعة خطيرة جدا. وتستمد هذه الخدعة خطورتها من كونها تحمل عناوين ملفتة على هيئة منشورات على حائط أصدقاء الضحية مع صور تحمل عناوين متنوعة بما فيها مثلا ثغرة أمنية في فيسبوك تمكنك من وضع علامة زرقاء بجانب بروفايلك، أو مثل كما نلاحظ الطرق الأولى لاختراق الفيسبوك تم إغلاقها من طرف الإدارة، ولكن الطريقة الجديدة الصحيحة معي ومجربة ونسخ الكود. هذه أشياء خطيرة وليست جدية، لأنها فقط خدع يقومون بإطلاقها ليتمكنوا من جمع عدد من الضحايا الكبير. وكما تلاحظون عند تجربة الكود ترسل البوست لكل أصدقائك. وفي التفاصيل وبعد اتباع الخطوات المبنية في الفيديو المخادع ونسخ الكود في المتصفح، يقوم الكود بنشر صورة ورابط الفيديو على كافة حوائط كل الأصدقاء لديك عن طريق الوسوم، إضافة إلى المجموعات المشتركة بها. كما يقوم أيضا بمتابعة مستخدمين آخرين والانضمام إلى مجموعات دون سابق علم للضحية بذلك. كما تلاحظون هذه ثغرة ليست لها أي شيء، فقط هدفها هي نشر الصورة على أصدقائك بدون علمك. وكما تلاحظون هنا أيضا السلام عليكم، اليوم جبنا لكم ثغرة جديدة اختراق فيسبوك، لا أنصحكم بالدخول إلى هذه الروابط فهي فقط خدع ينشرها ما يسمون بالهاكرز، ولكنهم هم في الحقيقة ليس بهاكرز. هذا اللي حبيت أنبهكم به، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة أخرى. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو عجبك، وتعمل اشتراك للقناة عشان تتابع كل الفيديوهات الجديدة، وتعمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك عشان تتابع المنشورات اللي بننزلها بشكل يومي، وتقدر تشترك بالنشر بديل الموقع عن طريق كتابة الإيميل الخاص بك هنا وتضغط اشتراك، أو تابعنا على كل مواقع السوشيال ميديا الفيسبوك يوتيوب جوجل بلس تويتر.